نوكليوتيد uh, residue located usually usually in the nuclei of the cell هو مسؤول عن نقل الصفات الوراثية بال uh, different organisms the composition of nucleic acid هي الكربون هيدروجين أكسجين نيتروجين and phosphorus فهي هاي الأتمز اللي مكونة للنوكليك أسيد. We have two types of nucleic acid. دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد دي ان اي اند رايبو نيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي يوجد ذا نيوكليك اسيد ديستريبيوتد بالايوكاريوتيك سيل موستلي ان ذا نيوكلياس وسمول اماونت وين موجوده بالميتوكوندريا فهو معظم الدي ان اي موجود بالايوكاريوتيك بالنيوكلياس وبعض السمول اماونت اوف نيوكليك اسيد موجوده بالميتوكوندريا الار ان اي موجود Everywhere ممكن يكون موجود بالدي ان اي بالنيوكلياس ممكن موجود بالسيتوبلازم اند سو so بينما بالبروكاريوتيك يكون بعض الاحيان موجود بالنيوكلياس وبس يعني ما بيها نيوكلياس محدده وقد يكون موجود دي ان اي نسميه بلازميد او قد يكون موجود ار ان اي دي اي عاده لما يصير له كوبي ينتقل للدوتر سيل وهذه الامكانية خلتنا انه ممكن السيل يصل ل division with replication for DNA for production of billions of cells. فال fertilized ova بيها كل ال DNA والinformation that required for the cell uh, division وال survival of the organism لذلك لازم ال DNA يصل ل replication ولازم ينقل لنا genetic information uh, بدقة الى ال daughter cells كذلك الدي ان ممكن يعبر عن نفسه عن طريق الترانسكريبشن بالترانسكريبشن شو يصير الدي ان يتحول الى ار ان يتحول من دي ال الى مسنجر RNA بالتالي هذا المسنجر ار ان اي ممكن يتحول الى بروتين عن طريق الترانزليشن فالترانزليشن اوف ار ان اي هو يعطينا بروتين بالتالي يصير عندنا بروتين سينثيسيس فممكن الدي ان اي يتحول إلى RNA ثم إلى بروتين So starting with the DNA Why we start or why we study uh, the DNA firstly Because the DNA هو يمثل لنا Blueprint of life أو Master plan of life هي included in the DNA With DNA include all the instruction for making protein uh, within the cell. فكل البروتينات على ما نصنعها بالخلية لازم الانفورميشن مال البروتين سينثيسيس نجيبها من ال DNA We study the DNA because it is central importance in the life كذلك so many of the disease here genetic disease فإحنا إذا نريد نقرأ ال genetic ونعرف ال DNA composition راح نعرف الميكانيزم mechanism أو ال underlying cause of genetic disease وبالتالي ممكن uh, treatment of disease through the DNA What is the chromosome, gene and DNA? Usually the DNA in the cell found in the nucleus on the form of chromosome. إحنا عندنا 23 pairs of uh, chromosomes وهاي chromosomes كل كروموسوم include several genes الجين هو عبارة عن segment of DNA بها instruction for uh, transcription of specific protein فعندنا ان DNA موجود على شكل كروموسومات بالنيوكلياس وكل كروموسوم يحتوي على several genes for transcription of different proteins. what is the shape of the DNA molecule? The DNA هو عبارة عن polymer of monomers يعني هو عبارة عن long chain of uh, monomer. the basic shape of DNA هو like twist ladder يعني مثل الدرج اللي هو ملفوف. لذلك يسموه بالدبل helix. فشنو هو double الدبل helix? الدبل helix هو عبارة عن تو راند اوف دي ان اي تويست اراوند ايتش اذر فيسوي ما يعرف double helix كل وحده من ذني التو راند اللي هي تكون لنا الدي ان اي تتكون من بوليمر اوف فوسفيت اللي هي باللون الاصفر deoxyribose رايبوز اللي هو الشجر اللي موجود بالدي ان اي nitrogen base الشجر اللي موجود بالدي إن إي هو دي أوكسي رايبوز هو نفس الرايبوز الشجر اللي هو يتكون من 5 كربون أتمز بس الفرق أنه بالرايبوز عندنا بالبوزيشن 2 أكو هيدروكسيل جروب بينما بالدي اوكسي جروب تروح الهيدروكسيل جروب لذلك الأوكسجين فتصير دي أوكسي رايبوز يعني أكو فرق أوكسجين أتم بتوين ذا رايبوز أند دي أوكسي رايبوز الشيء الآخر أنه إحنا عادة من نسمي او الرقم الشوجر بالدي ان اي الرقم من واحد الى 5 بس نخلي عليه برايم او داش فالارقام تكون 1 برايم 2 برايم 3 برايم اللي هي هاي 4 برايم اند 5 برايم اللي هي تكون موجوده بالاعلى الترقيم هذا ليه سوينا له برايم لان الترقيم الاولي من الواحد الى اثنين الى ثلاثه الى اربعه هو بالنيتروجين بيز فلما نجي الرقم الشوجر الرقم 1 برايم حتى نميز انه هذا ال1 هو البوزيشن 1 بالشوجر لو البوزيشن 1 بالنيتروجين فبالنيتروجين بيز نسميه 1 بينما الكربون هنا اللي موجود بالشوجر هو نسميه 1 برايم حتى نميز بالترقيم عندنا ما يسمى بالنيوكليوتايد اند نيوكليوسايد وات از ذا نيوكليوتايد اند نيوكليوسايد النيوكليوتايد هو اكبر من النيوكليوسايد اول شيء شنو هو النيوكليوسايد النيوكليوسايد هو يتكون من نيتروجين بيز زائد شوجر فالنيتروجين بيس زائد الشوجر اللي مثلا ديوكسيرايبوز نسميه نيوكليو سايد اذا ضفنا له فوسفيت جروب تحول الى نيوكليوتايد لذلك النيوكليوتايد هو عباره عن نيتروجين بيس بلس شوجر بلس فوسفيت من ضمن النيوكليوتايد اللي عندنا موجود هو اذا سوينا الشوجر مالتنا رايبوز وضفنا تو فوسفيت جروب يجينا الاي تي بي اللي هو الادينوسين تراي فوسفيت الادينوسين تراي فوسفيت بالحقيقه هو هذا هسه المركب اذا النيتروجين بيس هو ادينين وهنا رايبوز فهذا ادينوسين يعني نيوكليوسايد الادينوسين هو نيوكليوسايد كون من نيتروجين بلس شوغر فهو نيوكليوسايد ادينوسين مونوفوسفيت اذا صار مونوفوسفيت هو, هو تحول الى نيوكليوتايد فالادينوسين مونوفوسفيت هو نيوكليوتايد بس اذا نقول بس ادينوسين اذا هو نحكي بمعنى انه هو نيتروجين زائدا شوغر الادينوسين اذا ضفنا له رايبوز اذا ضفنا له 3 فوسفيت جروب راح يتحول الى اي تي بي اللي هو الادينوسين تراي فوسفيت واللي هو الهاي انرجي مولكيول او ذا سورس اوف ذا انرجي بالبدي اللي هو سبب الانرجي انه 3 فوسفيت جروب اتاش تو ايتش اذر إذا صار عندنا بروكن للفوسفيت جروب إذا وحدة أو اثنين يطلعن يصير لايبريشن اوف هاي إنرجي ممكن نستخدمه البادي in different metabolic pathway uh, for different reactions